من اهم بقى الاخبار اللي كنا بنتكلم عليها النهارده اللي بتخص النادي الاهلي هو ان استاد برج العرب لن يكون صالح بعد كده للعب البطوله الافريقيه او دوري ابطال افريقيا. طيب معانا دلوقتي الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. مساء الفل على حضرتك. مساء الفل على حضرتك. منورنا. الله يخليك نورك. طيب حاج عامر عايزين نعرف بس كده في البدايه لو فعلا النادي الاهلي ما لعبش المباريات القادمه على ملعب برج العرب وده طبعا بطلب من الكاف هيلعب المباريات القادمه ان شاء الله فين؟ لا هو الكاف كان بعت خطاب انه لازم برج العرب التدريج برج العرب يبقى فيه 75% من سعه الاستاد يبقى متاح للجمهور. صحيح. بعتنا الجواب لوزاره الداخليه ووزاره الداخليه وافقت على طلب الاتحاد الافريقي. انما في الفتره دي كان نادي الاتحاد نادي الاهلي طلب ان هو يلعب في استاد السلام. بناء على الخطاب بتاع النادي الاهلي احنا بعتنا لوزاره الداخليه ان النادي الاهلي عنده الرغبه انه يلعب في استاد السلام. صحيح. واحنا منتظرين الموافقه بتاعت الداخليه على استاد السلام. انما استاد الجيش برج العرب جاهز بال 60,000 متفرج في حاله لعب المباراه سواء مباراه النادي الاهلي الافريقيه او مباراه منتخب مصر يبقى فيه على طول 75% من ده. يعني ما فيش اي مشكله دلوقتي ان النادي الاهلي يخوض بقيه مبارياته الافريقيه على ملعب برج العرب طبعا. لا. من الناحيه الامنيه. لا من الناحيه الامنيه مبدا عام يبقى فيه 60,000 حق النادي الاهلي انه دخل 60,000 في المباراه الافريقيه كلها. طيب وبالنسبه للموافقه عليه لحد دلوقتي امنيا انا ما ردش لغايه دلوقتي انما طبعا المفروض ان هو يبقى بكره ده في رد من وزاره الداخليه على طلب النادي الاهلي. حضرتك متوقع ان الرد هيكون قريب ان شاء الله؟ لازم يبقى بكره. بكره ضيق جدا طبعا مباراه يوم 22. طيب انا عايزه بقى استغل ان حضرتك موجود معانا دلوقتي فعايزين نتكلم عن عوده الجماهير مره ثانيه للمدرجات في الدوري العام. هل هيكون ان شاء الله في زياده في الاعداد دي على الدور الثاني باذن الله من الدوري المصري الممتاز؟ يمكن النهارده كان في اجتماع امني في مديريه امن اسكندريه عشان الاستادات الجيش برج العرب واستاد اسكندريه بالنسبه لانديه الاتحاد والسموحه والمصري وحرس الحدود المباريات المقامه في اسكندريه. الامن منع ان يبقى في جمهور في ملعب الحرس صفه مؤقته لغايه ما في اصلاحات في الملعب. بالنسبه لاستاد اسكندريه تم تحديد اماكن دخول المكسب هو بالنسبه ل باب 8 و9 الجماهير صاحب الملعب اللي هو نادي الاتحاد في اسكندريه 2500 وباب 2 اللي هي الدرجه الاولى شمال والمقصوره الاماميه والمقصوره الرئيسيه. وبالنسبه لطلبه الجامعه هيقعدوا المدرج رقم 5. ده بالنسبه لاستاد اسكندريه. استاد الجيش وبرج العرب نفس الوضع الطلبه هيخشوا من باب 7 الدرجه الثانيه اللي في الوش مواجهه المقصوره. الاولى شمال بالنسبه لنادي سموحه والنادي المصري والدرجه الاولى يمين بالنسبه لل 500 اللي هم الفريق الضيف اللي هيجي. وحددنا اماكن دخول الجماهير في الاستادين دولت بصفه نهائيه. انما اليه الدخول بقى هي اللي لسه كان فيها علامات استفهام. اليه الدخول لان في انديه لغايه دلوقتي ما خلصتش قاعده البيانات المطلوبه وبالتالي ان اللي بيطبق عليها الشروط ان يجي يبقى معاه دعوه او تذكره ومعاه كارنيه الجمعيه العموميه كارنيه النادي يبقى عضو ولازم يبقى عضو جمعيه عموميه. بعد ما تخلص قاعده البيانات بتاعت الانديه وتعلمهم اي جهاز بناء على البيانات ديت بعد مراجعه الداخليه ليها بالتالي هيبقى معاه الاي دي بتاعه مع التذكره او الدعوه على حسب النادي هو اللي بيقرر عايز يدخل بدعوات عايز يدخل بتذاكر. يعني انما هو بشكل عام هو في 3,000 لصاحب المباراه 1,500 لطلبة الجامعة القوات المسلحة والشرطة و500 لفريق الضيف. طيب حاج عامر لو سألت حضرتك بصفة شخصية رأيك إيه في عودة الجماهير؟ طبعا احنا كلنا نتمنى عودة الجماهير بس أنا رأيي في الفترة اللي فاتت كلها أنا رأيي لازم يبقى فيه اللي هي واضحة ويبقى فيه تأمين كافي علشان خاطر ما نرجعش للورا تاني. دلوقتي كان عندنا بنلعب في 4 ملاعب بعدين وصلنا ان احنا دلوقتي استادات كتير اتفتحت اخرها كانت الكليه الحربيه. فبالتالي طبعا مش عايزين نرجع تاني خطر فلازم يبقى في تامين كويس ودراسه كويسه قبل دخول الجمهور وناخد كل الاحتياطات وكل النظام والامور كلها تبقى واضحه بالنسبه للناس كلها
ونبدا التجربه بالخمس لعب، وبعد كده نقدر نفكر. وانا شايف ان الوقت قريب، لو التجربه جدا هنقدر نرجع للوضع الطبيعي بتاعنا اللي هو كان 75% من ساعه كل السنه. يعني حضرتك متوقع ان شاء الله في يوم من الايام وقريبا ان مش هيكون في حد اقصى لحضور الجماهير جوه المدرجات؟ لا لا ان شاء الله، انا شايف ان في القريب العاجل ان شاء الله هيطلع الجمهور بشكل عامل وكامل. بالنسبه للاستادات يعني خلال شهرين بالكثير، يعني ممكن نبدا من الدور الثاني من شهر 12 ولا حاجه، ممكن تبقى الامور افضل من كده بكثير ان شاء الله، خاصه ان الامن اخيرا واقع ان يبقى في 60,000 مباراة النادي الاهلي الافريقيه، خطوه برضه خطوه كويسه. صحيح. شكرا ليك حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، اكيد نورتنا في كلام في الميديا. معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.